نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية جمصة شرق بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدليا لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة بقرية جمصة تابعة لمركز كسر البطيخ. قافلة علاجية من الخدمات المميزة جدا اللي بتقدمها وزارة الصحة، هنا بتتميز بمجانيتها تماما، إلى جانب إن هي بتوصل للمواطنين في الأماكن البعيدة عن السلطات المركزية، وده طبعا بيخلي إن الخدمة ضرورية جدا إن هي تبقى موجودة في المكان ده. بنقدم العيادات التخصصية، بنقدم المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، عندنا كمان الأشعة العادية والأشعة بالسونار، كمان عندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات الموجودة. قطعوا لي التذكرة وعملوا لي تحاليل سكر وعملوا لي أصول الضغط وقطعوا لي التذكرة وعملوا معايا اللازم وعملوا معايا كل حاجة، جزاهم الله خير.